ان كتلة المستقبل هي التيار اللي بيملك اكبر عدد في مجلس النواب، وبالتالي هو التيار الحاسم في اختيار رئيس الوزراء. فكانت الخطة هذه الخطة. واضح ان تيار المستقبل رفض هذا الكلام، وقال الحريري نفسهم رفضوا هذا الكلام. زي ما بقول لك، لما انت عارف في لبنان وانت برضو عارف اللي بيحصل هناك، اي حاجة اولا ما فيش سر، ثانيا اي حاجة بتتقال اي حد بيقدر يرد عليها.